people, I'm Alex. And in front of me, I have my colorful map about my days in Habibi. And then we open the doors and people will come. Usually I would help Alex in the garden. Go food line, take food, then out of camp and go bus station. بعد از در که کارتم رو میزنم و میام بیرون میرم به سمت باجه سیگار فروشی که یه دونه سیگار الم It's my sunglasses. Most important things in my life. It's my last safety and it makes me to be consciousness. Habibi. It wouldn't be a day in Habibi without lunch. This is community lunch, sometimes team lunch. We eat on the floor. سمحة البيوت بسيطة بسيطة يا عم فهمت؟ أنا ما أحسس إنه البيت لازم يكون طابق 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 كثير كذا. كلهم يعني مش قد ما صرت أجي على الجيم صرت أتعرف على الناس أكثر وأكثر يعني. بس في البدايات يعني أيوة دي الصحب. في البدايات يا عم. في يعني في بداية تعلم الكمبيوتر. good ربنا يوفقك. طبيعتي احب المناظر الحلوه والجبال والحدائق والبساتين، ما احب البشر الزياده. اغلب اوقاتي اقضيها بين الشجر، اذا في مي يعني تعرف انت ايش اسقي الخضروات البساتين. And then I go to bed. امين بوتك. So finish. He's gonna go win win win. شكرا على جهودك وعلى تعبك. الكلام اللي شرحت لنا اياه يا غالي. استمر على الخيار والطماطم. اكيد اكيد، واي حدا لازمه خيار عندنا كثير. ايه.